حكايتك كده معرقبة قوي يا رني. تمام، انا حكايتي ابتدت من سنة 2000. رحلتي مع مرض السرطان ابتدى سنة 2000. انا تعبت يوم، اخر يوم كان امتحانات في وانا كنت في سنة ثالثة، حسيت باختناق غريب. رحت ثالثة كلية. ثالثة كلية. انا كان عندي ساعتها 19 او 20 سنة. رحت للدكتور، طلب شوية اشعة وتحاليل. تاني يوم الاشعة والتحاليل ظهرت، قال لي انت عندك مشكلة في الغدة الدرقية وهنتعامل معاها بالجراحة. مفيش مشكلة، اوكي. ما قالش خالص ان هو سرطان، ما قاليش خالص ان هو حتى بعد ما عملت العملية، دخلت وعملت الجراحة وشلت الفص الأيمن من الغدة الدرقية، وما قالش لعيلتي، ما قاليش. بعد ما روحت أفك الدرن أو كده، فقال لي ده سرطان، والحمد لله احنا شلنا الفص الأيمن من الغدة الدرقية، وهنبتدي ناخد علاج كنوع وقائي للقضاء على أي خلايا سرطانية بعد كده تظهر. وبالفعل خدت جلسات الإشعاع، 25 جلسة إشعاع على مدار شهر ونص. بس كانت مؤلمة شوية، لأن هي كانت في المنطقة الرقبة والصدر، كانت في صعوبة في البلع، صعوبة طبعا في الكلام. في المرحلة دي بقى في البيت كانوا ازاي؟ ما هو في ممكن يبقى في أسر مؤهلة، مش مؤهلة انها متدربة، لا عندها وعي ان هي ازاي تتعامل مع صدمة زي كده، بالذات حبيبتي كان عندك 19 سنة صغنونة. تمام. يعني وفي ناس لا عندها، عارفة حالة الإنكار، ما يعرفوش يتعاملوا ازاي. انا كان عندهم حالة الإنكار، لذلك ان هم ما كانوش بيتكلموا معايا في الموضوع ده. ايه كانوش، يعني والدتي من النوع اللي بتخاف قوي، ما تتكلميش في الموضوع ده، يعني ايه ما تقوليش انت تعبانة، يعني انت بتتحركي بتمشي معاه، يعني بتروحي بتيجي بتروحي شغلك. تمام. ما يمكن كده بتقويكي، يعني مش عايزاكي تعيشي بسيكولوجية المريض يعني. بالظبط، ده فكرة. بس هو مش دور انفلونزا عشان اخد انتبيوتك ويروح. انت كنت عايزة تتكلمي. تمام. كنت عايزة دعم، لان ده كان اول حاله في العيلتين، حاله والدي، يعني عيله والدي وعيله والدتي، وكانت من 15 سنه. يعني سرطان مش حاجه جديده ومحدش عنده وعي. طب نتعامل ازاي؟ نعم، ما كانش حد عنده القدره على التعامل مع حاله زي دي. وبصراحه انا ما كنتش بقول ان انا عيانه او تعبانه، بس في سنه 2004 بدأ الكيرف ينزل، جسمي يقل بطريقة غير طبيعية، تعبي زي ما كنت قبل العملية في سنة 2000 بدأت أحس بيه. ده عملت أشعة تحاليل، قال لي هو رجع تاني في الفص الأيمن من الغدة الدرقية، الفص الشمال من الغدة الدرقية. طب إيه؟ طب قال لي مفيش حل إلا الجراحة. دخلت وعملت جراحة، استأصلت الغدة كلها بالكامل، الفص التاني. قال لي فيه هناخد عليك، هو عبارة عن حقن مشعة. حقن مشعة دي بقعد 10 أيام في أوضة عزل في المستشفى، ما شوفش حد، لأن هي بتبقى حقن مشعة. يعني غير العلاج الإشعاعي حاجة اسمها حقن مشعة. حقن مشعة دي ما تقربيش، عشان هي بتبقى مشعة، دي محاولة منهم للقضاء على الخلايا السرطانية. ده يعني هنا في مصر؟ هنا في مصر. وتفضلي كده في أوضة ما تشوفيش حد ولا حد يشوفك؟ 10 أيام، أوضة 4، طالما محدش بيقرب لك. أنا استحملت عشان عايزة أخلص، عايزة يعني لسه في سن الـ20، يعني 20 21. أنا كنت ساعتها اتخرجت وهبتدي أشتغل. ونجحتي وامتحنتي؟ ونجحت يا قروبة. أنا خريجة 2001 واشتغلت. برافو عليك. سنة 2006 بدأت بقى اعمل تحاليل واشعاعات عشان اشوف النتيجه ايه بعد الحقن المشعه دي. للاسف ظهر على شريان القلب الموصل للمخ، لف على شريان. كانت
الدكتور ساعتها شفت نظرات خوف، يعني كذا دكتور خوف، لأن نسبة نجاح العملية ضعيف، نسبتها 15%. لفيت لغاية لما ربنا هداني دكتور وقال لي أنا هاخد الريسك ده وانتي معايا، بس هيبقى لازم ان انا اخش دكتور قلب وصدر ودكتور اوعيه دمويه، لان الشريان ممكن ينزف مني وانا بشيل وكلها اعمار. طبعا كلها اعمار، ما كانش قدامي حل تاني. ما انا انت حاجه بتهاجمك وبتخليني تعبانه، مش عارفه امارس حياتي، فيا كده يا كده. هو خلاص توكلت على الله، ثقة بربنا، خلاص انت اخترت لي كده. انا مين بقى اللي كان معاكي في رحلة الدكاترة؟ مين اللي بياخد معاكي القرار؟ كان مين يا رني؟ هو انا اللي كنت باخد قرار ان انا لازم اروح للدكتور. لازم لما الاقي نفسي تعبانة كده لازم اروح، ما انا مش هقف اتفرج على نفسي وانا ماما بتخاف بتخاف، ما تقوليش ان انتي تعبانة، بتخاف ان انا يعني كل عملية بعملها بيبقى في مشادة كلامية بيني وبينها. بتتخانقوا؟ مشادة ان هي خايفة ان انا اخش العملية ما اطلعش منها. لا معلش زي ما انتي بتقولي، هي يعني في النهاية هي عواطف بالزبط. ام بس كل واحد بيعبر عن عواطفه بشكل مختلف. يعني انتي والدتك يعني تقعد تعيط مثلا لوحدها ولا لا مش عايزة تفكر في الموضوع اصلا؟ لا ممكن تعيط لوحدها وقدامي ما تتكلميش او ما تقوليش، مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، مش عايزه اتكلم في الموضوع، ما بتحبيش تسمعه يعني. فانا اللي كنت باخد تجربه انا اروح للدكتور. طب ووالدك؟ والدي متوفي من قبل ما اصيب بالمرض. ليكي اخوات؟ ثلاث بنات. اختك الجميله معانا هنا، اهلا بيكي اهلا بيكي. هي اختك اكبر منك ولا اصغر منك؟ انا اكبر منها، هي اصغر مني بثمان سنين. دي رحله صعبه قوي اللي بتحكيها رانيا دي. انت كنت صغيره قوي ساعه في البدايه ولا كنت في الكليه ساعتها؟ 2004 دي كنت في الكليه. يعني هي رانيا تعبت كانت انا ساعتها في الكليه، بس رانيا طول عمرها هي اللي بتاخد قراراتها لوحدها. يعني هي حتى ما بتخلينيش نعرف عنها اي حاجه في موضوع المرض ده بالذات، او بمعنى اصح ما بتحبش تشيلنا همها في اي حاجه خاصه بالمرض ده، ما بتحبش تتكلم نهائي. كملي يا رانيا. تمام. سنه 2010 ظهر تاني، دي كانت بقى حاجه قاسيه جدا، لانه ظهر على المبيض والرحم والغدد الليمفاويه اللي في منطقه الرئه. انا ساعتها قلت للدكتور انا هعمل عمليتين في عمليه واحده، قال لي كتير عليكي، قلت له عشان الالم يبقى واحد. عملت العمليتين، عملت فتحت في الغدد الليمفاويه. يعني عملت فتحه عند الراس او عند الرقبه وفتحه عشان ازاله اي خلايا سرطانيه في الرحم وفي المبيض. تمام. في العمليه في اوضه في فتحه عمليات واحده، فتحت عمليات واحده. الدكتور قال لي هتبقى تقيل عليكي، قلت له عشان يبقى الالم واحد. ده كتير قوي يا رنا. ساعتها قال لي انا هحلل عينه الرحم، العينه اللي هاخدها من الرحم والمبايض، عشان ده في نوع معين لو هو موجود انا هستأصل الرحم خالص، ده ما فيهوش هزار. وكتبني على اقرار قبليها بساعه، انا ما كنتش عارفه الموضوع ده. كتبني وفعلا دخلت استأصل الغدد الليمفاويه، استأصل مبيض وبس الرحم الحمد لله. قال لي استأصل الاورام اللي عليه يعني وخلاص. دي كانت صعبه لان هي كانت موجوده العمليه في يعني هنا وفي الرقبه، كانت صعبه قوي. قعدت شهر ونص برضو ونزلت شغلي وتابعت حياتي. معلش لحظه، ممكن اخد لحظه هنا؟ اختك دي عملت عمليتين في فتحه اوضه عمليات واحده، عمليتين كبار يعني، مش مفيش واحده فيهم كده اي كلام يعني. لا احكي لي عن اليوم ده والتجربه دي، انت كنت كبيره صح؟ احكي لي عليها والنبي. كان اليوم ده رانيا برضو يعني اليوم ده كانت رانيا برضو ما كانتش عايزه تقول لنا، ولولا اللي هو قالها قبلها بساعه واحده بس، هي ساعتها اضطرت اللي هي تقول لنا انا هعمل عمليتين في عمليه واحده،
ولما قال لها انا هحلل العينه اللي خارجه في قلب اوضه العمليات اول ما استأصل من الرحم، فطبعا ماما انهارت تماما. واضح ان ماما منهاره اصلا من اول لحظه الاولى. هي ماما مش ما عندهاش فكره ليه تتقبل رانيا مريضه سرطان نهائي. تمام. يعني حتى إيه فعلا قبل كل عمليه، يعني معلش ما زي ما هي في حاجه اسمها الواحد بينكر بس بعد فتره خلاص. لا ماما لحد 2014 لحد شهر 2 اللي فات كانت خناقه مع رانيا قبل ما تخش اوضه العمليات، مفيش عمليه ورانيا تقول لها هعمل العمليه. وبعدين يا رانيا بدات اخد خطوات في 2011، عملت حاجه اسمها اشعه متخصصه جدا اسمها بيت سكان، لان انا كان عندي تجربه مع الاشعات من سنه 2010 من بعد العمليه ل 2011، يعني كام شهر دول عملت مسح ذري على الجسم ما بينش اي حاجه، في حين الاورام دلالات الاورام في ارتفاع غير طبيعي. فالدكتور في دكتور قال لي في اشعه متخصصه جدا بتتعمل في 57 اسمها بيت سكان، دي متخصصه هي بتبقى بتتحقن، الجسم بيتحقن بماده مشعه، لو في اي خلايا من خلايا سرطانية او خلايا غير حجمها الطبيعي الماده دي بتاخدها. وبالفعل عملتها، ظهر في غدد الليمفاوية تاني في الجزء الشمال من الرقبة. يا الله. أنا بصراحة ما عملتش حاجة، عرفت وسكت وما قلتش لحد. بس 2012 عملت أشعة تاني انتشر في الغدد الليمفاوية كلها وجزء والغدد الليمفاوية اللي موجود في منطقة الصدر. فالدكتور قال لي ده ما ينفعش ان احنا نسكت على نفسنا، ما ينفعش ان احنا نسيبه كده. قرر ان هو يشيل كل الغدد الليمفاوية والجزء العلوي، الغدد الليمفاوية والجزء العلوي من الصدر. 2012 خلاص عديت بسلام الحمد لله، بدأت امارس تاني عادي طبيعة شغلي. 2014 عملت 2013 الجسم كان نظيف جدا بس دلالات الاورام في ارتفاع، الدكتور ما كانش عارف في ايه. قال لي انا لغايه الان مش عارف هو مصدره فين. انت من نوع المصدر عندك نوع نادر يا رانيا، هو اللي بيوزع دي كلها ثانويات وبتكبر. نوع نادر. قال لي خلاص. 2014 في اخر 2014 عملت البيت سكان ظهر في الثدي، دي كانت بقى برضو مش كانت هي حيره اللي بعدها حيره، لان هو خدوا عينه من الثدي من الورم، الدكتور معرفش هو ايه، ايجابي ولا سلبي معرفش هو ايه. فقال لي انت تاريخك مشرف، ما اقدرش اسيب حاجه زي كده ما اقدرش. قلت له طب انا بحب، انا شخصيه واقعيه بحب الدنيا تبقى واضحه قدامي، قولي. قال لي الدنيا هتبقى فيها ايه. قال لي لو ايجابي انا هشيل الثدي وانضف والغدد الليمفاويه اللي تحت البوط لازم، ولو سلبي هنضف وخلاص وهنتابع كل 6 شهور. الحمد لله طلع سلبي الحمد لله. من شهر عملت، يعني لا من كام يوم عملت البيت سكان، لان انا حسيت بتعب معين كده بس ما رضتش. رحت للدكتور قال لي لا انا لازم اشوف الاشعه اشعة تانية. فظهر على الرئة، هو دلوقتي في الرئة، بؤر، 3 بؤر على الرئة. بس الدكتور كذا دكتور بقى قال لي صعب التعامل معه دلوقتي لانه هو صغير، هو ممكن يكبر في اي لحظة من اللحظات. بس انا المنطقة دي حساسة قوي عشان اخش جراحيا ليا قطر او حجم معين، انا ما اقدرش اخش دلوقتي وما اقدرش اتعامل معاه، صعب ان انا اوصله. انا في الفتره دي، فتره بعد العمليه، انا كنت بدور على اماكن ان انا مكان بيدعم مرضى السرطان، لان انا كنت فعلا مش هقول بدات اضعف، لا محتاجه حاجه
تقويني شوية. أنا أثق في ربنا سبحانه وتعالى، ثقتي بالله مالية حدود، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما ربنا اداني عارفة أن أنا ده، دي ثقتي بربنا. بس كنت محتاجة برضو أتكلم، أخرج من الصمت اللي أنا فيه، أتكلم. وفعلا عملت سيرش على النت، وربنا هديني الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، كان سيرفايف. قلت لهم أنا عايزة تدعموني، أنا عايزة أخد دعم وأدي دعم، أخد دعم. قالوا لي أنت مش هتدينا دعم، أنا مش هنديكي دعم، أنت اللي هتدينا دعم. مديرة الجمعية سراي الشربيني وأحمد منصور قالوا لي أستاذ أحمد معانا، أهلا بيك يا أستاذ أحمد. قال لي إحنا مش هنقدر نديك، أنت اللي هتدينا دعم، اكتبي لنا قصتك، لأن أنت في ناس كتيرة محتاجة تسمع القصة دي، محتاجة تشوف حاجة زي كده، محتاجة أمل. أنا معلوماتي المتواضعة، مع أنه إحنا وفريق العمل بنحضر كتير وبنذاكر الحالات كتير، بس أنا فاتني أو ما كانتش معلومة مطروحة أني أنت دلوقتي عندك خلايا سرطانية في الرئة. أنا كنت فاكرة أنه المسألة انتهت وانت في حالة اللي هو يعني أنا مش خايفة ومستعدة له. أنا اللي مخضوضة مش أنت، أنا اللي مخضوضة. إنما أنت كنت تقولي أنت هتدي الناس أمل، لا أنت هتدي الناس قوة. اللي أنت بتحكيه ده يمكن مش في المساحة بتاعة الأمل، إنما مساحة القوة. بالظبط. إنه رانيا دي اللي جسمها صغنون ده، اللي خدت التجربة سولو لوحدها بطولها، لظروف تكوين مامتها، ظروف أسرتها العاطفية، ما كانش فيه إن هي تاخد وتدي معاهم، كانش فيه فكرة إنه حد يبقى عنده خبرة ينقلها لها، إن هي تدخل من ورم للتاني، ومن عملية للتانية، ومن إشعاعي للتاني، ومن الرئة للغدد الليمفاوية للدرقية للرحم. ده حدوتك دي تدي قوة، تقول للبني أدمين انتوا ان احنا يمكن ربنا بيدينا طاقة تحمل اكتر ما بنتخيل، تمام، اكتر ما يهيئ لنا مخنا. الواحد يتهيأله ساعات انه لو تعور هيغم عليه، وفي ناس لو جالها شوية وجع تقول يا رب اموت. ايوة في ناس بتقول كده بمنتهى السهولة يعني. لا انت حدوتك دلوقتي وانت بتحكي، لا هي في منطقه تانية، هي بتدي قوه، انه مهما كنا صغيرين ولوحدنا نقدر نخوض حاجات صعبه جدا. لازم الثقه بالله تبقى اكبر من احساسك بالوجع، دي اللي هتخليك تهزم المرض، تسمحلوش ان هو ياثر فيك، تسمحلوش يوقف حياتك. يا رانيا انا عايزه اسالك، انت سنين طويل 15 سنة مثلا، 15 سنة جربت فيهم، لعبت فيهم كل الألعاب يا حبيبتي، بس ابتسامتك لسه موجود. ثقتي بالله ان هو اداني، هو اللي هيعيني، هو عارف ان انا قدها. اي علاقة بين اتنين مبنية على الثقة. طب هو ربنا واثق فيك ان انت ثقتك بالله انت بوصله ازاي؟ لا، هو انت لازم تبقي واثقه ان انت هتعدي،